الجملة الاستفهامية. الجملة الاستفهامية في المباشر وغير المباشر عندي نوعين من الاستفهام، يبقى interrogative sentence، الجملة الاستفهامية. عشان أحول الجملة الاستفهامية عندي نوعين من الاستفهام. النوع الأولاني اللي هو WH question، وعندي النوع الثاني yes or no question. ده النوعين بتوع الاستفهام. أول حاجة ال WH question، لما أقول مثلا على سبيل المثال جملة بأداة استفهام، ورقم اتنين جملة بفعل مساعد. عندي معنى، عندنا دلوقتي نوعين من الاستفهام، جملة بأداة وجملة بفعل مساعد. على سبيل المثال لما أجي أقول سامي سد تو رامي، هاو دو يو travel to أسوان. دي جملة استفهامية عادية خالص. وعندي لو yes or no question فهقول عادل ست to أيمن did you practice any hobby yesterday؟ تعالوا نحاول نعرف ازاي هنحول في الجملة الخبرية، في الجملة الاستفهامية. في الجملة الاستفهامية عشان أحول من مباشر لغير مباشر، أول حاجة للتحويل من مباشر إلى غير مباشر في الجملة الاستفهامية، قلنا أول حاجة فعل القول. طيب فعل القول هيبقى إيه؟ قال لي فعل القول هيبقى من سد هيتحول لأصل، أو بس طبعا ولو سدته برضه هيتحول لأصل، بس في حاجة لازم تخلي بالك منها، إن سد هيتحول لأصل وممكن يبقى وندر، وممكن يبقى inquired يستفسر، وممكن يبقى wanted to know، وممكن يبقى could you tell me. وافتكر ان could you tell me بحط في الاخر could شمع، انما asked هي بتحل محل سيتو ولازما يجي بعدها مفعول. لو ما جاش مفعول يبقى اصفت صح وافضل صح انكوير صح وانت تو كود يو تيل مي. طيب ده فعل القول رقم اتنين. انا دلوقتي فعل القول هربط بايه؟ قال لي لو اربط بأداة الاستفهام، اربط بأداة الاستفهام، هربط بأداة الاستفهام،
رقم اتنين اربط بأداة الاستفهام اللي هي عندي هنا ها، يبقى اللي هي ال WH word اللي هي كلمة الاستفهام، أو أربط بيف أو وذر إذا كانت الجملة تبدأ بفعل مساعد. طيب احنا كده عرفنا الخطوة الثانية، أربط بأداة الاستفهام أو أربط بإف أو وذر إذا كانت الجملة بتبتدي بفعل مساعد. رقم ثلاثة، هربط بعد ما ربطت تحول الضمائر من المخاطب إلى من المخاطب حسب الموجه له السؤال. بحول الضمائر حسب الموجه له السؤال. طيب رقم أربعة، بعد ما حولت الضمائر لو قابلتني دو أو داز هحذفهم وأجيب ماضي بسيط من مصدر الفعل. يبقى لو قابلتني دو أو داز هجيب ماضي بسيط من مصدر الفعل هحذف، يبقى تحذف دو وداز واجيب ماضي بسيط من مصدر الفعل بعد الفعل. طيب لو قابلتني ديد، قال لي لو قابلتني ديد هجيب ماضي تام من مصدر الفعل، يبقى برضه تحذف. طيب بعد كده قال لي علامة الاستفهام تحول إلى فول ستوب نقطة. طيب كده أنا الخطوات اللي أنا همشي بيها. طب تعالوا نشتغل على السؤالين اللي قدامي دول وبعدين ندي أمثلة أخرى. السؤال اللي عندي، أول سؤال عندي، سامي طول سامي ستو راني هاو دو يو ترافل تو أسوان. أول حاجة هنقول سامي أسقط. سامي أسقط، أسقط مين؟ أسقط رامي. طب بعد ما سأل رامي هربط بأداة الاستفهام هاو دو هحذفها هجيب ماضي بسيط. طب مين اللي موجه له السؤال؟ رامي. يبقى هي، يبقى اللي موجه له السؤال الفاعل حسب الموجه له السؤال. طيب يبقى سامي أسقط رامي هاو هي. طب لو كانت دي مين؟ تبقى دي هو اي. هاو هي ترافلت، جيب ماضي بسيط من مصدر الفعل ترافل تو اسوان واحط فول ستوب. خلاص كده؟ طيب نيجي للمثال الثاني، عادل اسكت ايمن اف او وذر، اف او وذر هي هاد بريكفاست اني هوبي ذا داي بيفور. احنا قلنا من الدرس السابق في أو في الحصة بتاعت الستيتمنت في الجملة الخبرية إن يسترداي تتحول لذا داي بيفور أو ذا بريفيوس داي. كده أنا حولت، طيب أنا هنا ربطت الإف أو وذر، يبقى في الأولانية أنا ربطت بأداة الاستفهام وهنا ربطت بإف أو وذر، لأن السؤال هنا بادئ بفعل المساعد يعني الإجابة عليها بيس يا نو. نيجي بعد كده أمثلة أخرى. نهى سد وير ويل يو سبند
ذا spend the weekend. ده سؤال اول عشان احوله هنقول نوها wanted to know where اربط بوير بأداة الاستفهام I لان هي بتسألني will بتتحول لود فانا هنا كانت will you اتحولت لاي وود يبقى هنا جمله كانها جمله خبريه بالظبط وير اي وود انما هنا استفهام ويل يو جبت هنا الفعل المساعد الاول انما هنا الفعل المساعد جبته بعدها وير اي وود سبند ذا ويك اند يبقى كده انا الجمله انتهت نيجي قال لي في حالات برضه ما ينفعش احول فيها اذا كان فعل القول مضارع يعني لو فعل القول مضارع لما قلت ايمن asked او said to me says to me can you speak English دي جملة فأنا عايز أحولها فأنا أقول أيمن أسكس مي إف أي كان سبيك إنجلش دي كده الجملة الاستفهامية تبقى انتهت وخلي بالي من نقطة اللي هي could you tell me could you tell me لو لقيتها في الجملة أنا مش هحط فول ستوب أنا هحط question mark يعني لو الجملة هنا قال لي could you tell me if you could speak English وأحط في الآخر question mark تمام كده؟ يبقى لو الجملة بدأت كان يو تيل مي أو كود يو تيل مي بستخدم كوتشن مارك في نهاية الجملة. وبكده اتفضل لي نوع واحد هناخد المرة اللي هو الجملة الأمرية اللي هي الإمبراتيف سنتنس ودي سهلة جدا مفيش فيها مشكلة. إمبراتيف سنتنس اللي هي الجملة الأمرية الجملة الأمرية لو قلت الواحد مثلا عادل said to me study hard this year الجملة ديت فعل القول أو جملة تانية معلش زي مثلا don't make noise دي جملة برضو أمر بس نه يعني منفي فأنا هنا فعل القول يبقى أول حاجة فعل القول فعل القول ممكن يبقى حاجات كتير ممكن يبقى don't وممكن يبقى order وممكن يبقى advised وممكن يبقى threatened وممكن يبقى warned وممكن يبقى begged ماشي يبقى هنا ده كله فعل القول طب رقم اتنين قال لي رقم اتنين اربط بتو في حالة الإثبات هربط بتو في حالة الإثبات واربط بنطه في حالة النفي
عندي. طيب ناخد المثالين كده، يبقى عادل told me to study hard that year. هنا عادل word me not to make noise ديت الجملتين. يبقى احنا عندنا دلوقتي ديت الجمله الامريه. يتفضل لي نقطه بسيطه اني اكتبها في ملحوظه رقم 3 كده اهوت هنا اهوت. اذا كانت الجمله طلب فعل القول يتحول إلى أسقط وحذف كلمة بليز. لو في كلمة بليز بحذفها، تمام؟ يعني لو في الجملة دي study don't make noise please، يبقى أسقط not to make noise من غير بليز. طلبت ألا أقوم بعمل ضوضاء والفعل القولي يبقى اسقط. يبقى فعل القول اسقط اذا كان في الجمله كلمه بليز بحذفها واحط اسقط واربط بتو او نوتو. دي كده يبقى الجمله الامريه. وبكده يبقى الدرس بتاعنا في المباشر وغير المباشر انتهى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.